القنيطري والوداد اللي قام بتعادل هدف مقابل هدف. الحكم محمد العلام، 5 حالات تحكيمية، الدقيقة 13 تدخل اللاعب بالرابح، واش فيه خطأ؟ حكم يقول أن هناك خطأ. واش كاين عقوبة انضباطية ملا تفضلتي طلال؟ الخطأ موجود، خطأ موجود، غير نعاودوا اللقطة باش نشوفوا فين مشات الرجل ديال اللاعب. واش لا الخطأ موجود، وأنا في نظري يستاهل القرار الانضباطي هنا، لأن كون مشى خلى رجله غادي تمشي للصدر ديال اسمه وتشكل له بعض الخطورة على الجسم ديالو، ولكن الخطأ موجود، أنا في نظري يستاهل الإنذار. سي بوجنان، ربما قد اختلف مع استاذي طلال، لان اعتقد ان الحكم قرا القراءه ديال ان اللاعب تصرف بدون حذر. الى عودنا اللقطه غادي نشوف بانه لما احس بانه يمكن ان يصيب الخصم خطر جمع رجل ديالو، وربما هذا هو التقدير اللي دار، مع احترامي للقرار ديال السي طلال، حتى هو ممكن انه ان تشاوه بترجلو لانه حس ب نعم، والصلاحيه كتبقى للحكم. نعم، اذا اختلف شوف الراي وفي العقوبه الانضباطيه، لان التطبيق ديال العقوبه الانضباطيه خص يكون فيه نوع من المرونه والسلاسه، مع اعتبار وضع مجموعه الاعتبارات، ما هو ثابت وبين على الحكم ان لا يفرط فيه، وما هو في وسط الميدان وفيه امكانيات الشك او التجاوز يمكن للحكم ان لا يشير البطاقه. كيرجع له القرار. 66 مطالبة فريق الوداد بضربة جزاء في هذه الحالة تحكيمية، كان فيها مطالبة بضربة جزاء. هنا الصورة، تفضل سي بوجنان. لا وجود لضربة جزاء على اعتبار أن اللاعب كان سقط باش يتعرض للكرة بالظهر ديالو وما تيشوفش في الكرة، والكرة هي اللي جات تطمت بالذراع ديالو، قرر الحكم سليم بعدم إعلان ضربة جزاء. سي طلال، لا بالفعل هذا هو التحليل، يعني اللي كاين في هذه الحالة هذه. اللي شاف العلام. لا نعم. اللي شفنا تحنا. نعم. يعني 77 شاف هو الأول في الماتش، معليش. هو المهم شفنا احنا لأن اللاعب سقط وكيشوف. هل هناك ضربة جزاء لفريق الوداد؟ نشوفوا هذه الحالة التحكيمية، واش فيها ضربة جزاء ولا ما فيهاش ضربة جزاء؟ هنا الصورة ونوقفوها ونعاودوها. تفضل سي بوجنان ولا سي طلال، اللي شاف الحالة مزيان. سي بوجنان، والإعادة البطيئة، أنا كنطلب الصورة الأولانية باش نشوفوا فين كاين الحكم. إذا كان ممكن. فين هو الحكم؟ الصورة الأولانية، تيبان الحكم على أنه راه قريب إلى لارك ذاك القوس من الهي، وشوف شحال ديال اللاعبين قدامه. قد يحجبون عنه الرؤية. أما بالنسبة للحالة كحالة في حد ذاتها، هناك عرقلة خفيفة رجل مع رجل، وهي التي أسقطت اللاعب رجل ولا التوازن. رجل ولا الركبة، ولا لأن غير باش نوضحوا لتحت لتحت ولا الركبة؟ تحت هي الأولانية. هناك عرقلة. نعم، تفضل سي طلال. لا بالفعل هنا في المرحلة الأولى كاين الرجل اللي مشات، يعني قصت اللعاب نوعا ما في الرجل ديالو لتحت، ومن بعد كاين الركبة اللي مشات وجرت اللعاب معاه وسقطته. الحكم واش كانت عنده زاوية غير مفتوحة باش يشوف الحالة بشكل جيد، ولكن هنا كيتبين من خلال الصورة على أن اللعاب تم إسقاطه من طرف المدافعين. نعم سي بوجنان، وهذه من الحالات اللي ربما أن في هذه المرحلة ديال لاتريف فاش جمعات المديرية الحكام ودرت معاهم دروس تطبيقية، راه تناولت معهم هذه المساله ديال ان حكم الساحه خصو دائما يتبع الحالات حتى داخل منطقه الجزاء، حتى بالقرب من المساعد، ما يبقاش يعول دائما على الجانب القطري. نعم. المتموج خصو يقرب لمنطقه الجزاء حتى من الجانب اللي قريب من المساعد. نعم. حتى يستكشف بشكل جلي الخطا من عدمه. 78 تدخل كانت مباشره بعد هذه الحالات، تدخل اللي كان بين المياغري والصاو، الحكم قال ان الخطا لصالح اللاعب المياغري. تفضل سي طلال. وهذه حاله شويه لان المياغري خرج، ما فانا واخا نشوفوا سي بوجنان. اعتقد ان الحاله ما فيها حتى شي حاجه، على اعتبار ان اللاعب ضرب الكره والحارس ما وصلهاش. انا في اعتقادي كان يترك استمرار اللاعب بالاعلان عن ضربه مرمى. بالفعل هذا هو، لانه كان اصطدام عادي وما كيبينش نوعيه الخطا، فكان هنا كما قال السي بوجنان على ان الحكم يخلي الكره تستمر بضربه مرمى ما دام انها خرجت خارج المرمى. نشوفوا ضربه الجزاء ديال فريق
نادي القنيطري هنا اعلن الحكم على ضربه الجزاء. غادي نشوفوا الاعاده. تفضل سي بوجنا ولا سي طلال تفضلوا. غير انا اللي غادي نقول انا ان ضربه جزاء هنا كتبان لي ضربه جزاء مشروعه وواضحه، ان اللاعب الوقت اللي بغى يتجاوزو تم المسك ديالو بطريقه، شوف هنا شوف شوف، وتم الاسقاط ديالو، فكانت عنده فرصه واعده، وهنا اعلن على ضربه جزاء مع الانذار، فقرار صحيح بالنسبه لي انا. صحيح صحيح صحيح، لا ضربه جزاء، العقوبه التقنيه ولا العقوبه الانضباطيه ديالها سليمين، وكان الحكم محق في هذا القرار. نعم نعم. اذا عامه هذه هي الحالات اللي كانت في مقابله ديال فريق نادي القنيطري والوداد. وباش نتكلموا على جوج ديال المباريات ديال جمعيه سلاو الكوكب ديال عبد الرحيم اليعقوبي، وديال نادي القنيطري والوداد ديال محمد العلام. تفضل سي بوجنان. ايوا المباراه ديال سلا مع الكوكب سي اليعقوبي له من الامكانيات والمهارات التحكيميه ما يجعله حكما كبيرا. خانته الجانب البدني في مرحله الذهاب ما توفقش فيه، ولكن بعد عودته عاد بقوه، ورايته في مباراه سلا اعتقد مع وداد فاس، ثم قام بالمباراه الكبيره جدا بين تطوان والرجاء وكان متميزا، وهو يشق طريقه كما الفناه في السابق، هو حكم متميز. نعم تفضل. لا بالفعل انا غير غادي نضيف على انه الوقت اللي رجع سي اليعقوبي رجع بقوه،